حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أدى الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى إيقاف عمليات تجارية كبيرة، فضلا عن مئات الضحايا وآلاف الجرحى، وأغلقت السلطات التركية ميناء جيهان، ما سيؤدي إلى تضرر العمليات التجارية التي تجري عبره، ومن بينها 3% من عمليات تصدير النفط العراقي. ويصدر العراق قرابة 3% من صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي، ما يثير التساؤلات عن مدى تضرر العراق من عملية الإغلاق لميناء جيهان التركي، وكم ستطول هذه العملية. أكدت اللجنة المالية النيابية أن أسباب تأخر إرسال مشروع موازنة عام 2023 إلى البرلمان هو وجود مباحثات لتغيير سعر صرف الدينار. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن الحكومة أخرت إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب بسبب تذبذب أسعار الصرف في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن العودة للسعر الطبيعي يحتاج إلى مزيد من القرارات السياسية. أكدت وزارة التخطيط في الحكومة الحالية أن متوسط دخل الفرد العراقي بلغ 7 ملايين دينار خلال المؤشر الخاص بالعام 2022. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد زهرة الهنداوي إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية وصل إلى 7 ملايين دينار خلال العام الماضي، مضيفا أن ارتفاع أسعار النفط ساهم في ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، مبينا أن متوسط دخل الفرد يحتسب من خلال تقسيم الناتج القومي الإجمالي على عدد سكان البلاد. أعلنت وزارة الزراعة الأردنية تعليق استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق بشكل مؤقت عقب إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لأسبوعين، وذلك بعد رصد إصابات جديدة بفيروس الحمى القلعية. وقالت وزارة الزراعة الأردنية إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية من أجل توفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلعية. وكانت وزارة الزراعة قالت إنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرضى الحمى أو لمرض الحمى القلعية. سجلت أسهم شركة بيبسي بغداد تراجعا قويا في تعاملات البورصة العراقية خلال الأشهر الماضية، وانخفض سهم الشركة من 3.84 دينارا إلى 2.83 دينار، مبينة أن الانخفاض يعود إلى زيادة مبيعات المستثمر الأجنبي في الشركة. خسرت الشركة أكثر من 204 مليارات دينار من قيمتها السوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. والآن مشاهدينا الكرام، هذه انتقالة سريعة إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.